صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز القول بأن الأرض تدور والشمس والقمر ثابتان؟ هذا تقرص وكلام من عند البشر. الله أخبر أن الشمس تجري، أخبر أن الشمس تجري، ولهذا قال إبراهيم للنمرود: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. سميت المشارق والمغارب لأنها تشرق منها الكواكب وتغرب فيها الكواكب، دل على أنها تجري في فلك يسبح، كل في فلك يسبحون، فهي تجري. والأرض ثابتة قارة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.